السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. تعودنا نحن معاشر كبار السن وبانينا الذين مضى جل أعماله في هذه الحياة، نسأل الله العفو والعافية، إذا وقفنا بين أيدي الجيل الصاعد أن نحاول ربط أهمامهم، ولكن القصة انعكست في هذا المجلس، فالجيل الصاعد يرفع أهمامنا ويغير كثيرا من التصورات التي بنيناها بتجارب ومع الوقت الطويل. فنحن الآن على قناعة لله الحمد أن الخير الذي وعد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة باق، وأن هذا الجيل يمثل هذه الأمة حقيقة. فالله يقول في وصف هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فقال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله به، فالناس فيه لنا كبر، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وبين فضل هذه الأمة لدى بارئها وفاطرها سبحانه وتعالى، وما أعد لها من الثواب الجزيل والخير العظيم، فقال: إنما مثلكم في من قبلكم كرجل دعا عمالا فعملوا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قراط التراب، فأداهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط التراب، فأدا لهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فعملوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين قراطين. فقال اليهود والنصارى: عمل هؤلاء أقل مما عملنا وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا، فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك فضلي أوتيه من أشاء. في التدبر الذي كنا نعيشه مع طلاب وطالبات هذه الأكاديمية المباركة ومع شيوخها وأساتذتها ومربيها، البارحة عرض لي أن آيتين في كتاب الله إحداهما في سورة البقرة والأخرى في سورة آل عمران ذكر الله فيهما أنه يختص برحمته من يشاء. وفكرت في ذلك فوجدت أن سياق الآيتين التي في سورة البقرة والتي في سورة آل عمران كان ردا على اليهود الذين حسدوا هذه الأمة على ما تركها. فكان ذلك بيانا لحكمة الحكيم الخبير: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقد عرف هذه الأمة ففضلها وشرفها، وهذا التشريف لهذا الجيل الصاعد نعم معه كثير من التحدي وكثير من التكاليف. فالإنسان في هذه الدار ما ولد ولا أقدم ليجد جنته فيها، فهذه الدار سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدار لا يمكن أن يجد فيها الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما ينتظر ذلك في جنة عدن عند الله جل جلاله. أما من عاش في هذه الدار فهو يعيش في امتحان وفي محن وفي دار أقدار وأقدار ومشكلات يراوح بينها، إذا تعداه قدر أتاه قدر آخر، وهو يجانب هذه الأقدار بعضها ببعض كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه: ما زلت من القدر في حرج حتى فتحت لي فيه عزلة فكنت أتبع أقدار الله بأقدار الله. فيكون الإنسان يعيش مع أقدار الله سبحانه وتعالى وهو يدافع، ونحن في أزمات ومشكلات وجراح وأزمات وأزمات متعددة وأعداء متنوعين
في داخل الأمة وفي خارجها، وبئر وبطش الذين في داخلها أنكى وأعرق من بئر وبطش الذين هم في خارجها. لكن مع ذلك الهمم العالية وقوة الإيمان تقتضي مدافعة لهذه الأقدار من أقدار مثلها وأقوامها، فكل من قدر الله سبحانه وتعالى. الهمم العالية هي التي تنهض بهذا الإنسان الضعيف الذي أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، وجعله خليفة في الأرض. فإنما يطبع شأن الإنسان بعلو همته، فما رضي أن يكون في أسفل سافلين سيبقى في الحضيض أبدا. ومن علت همته وتعلق بما فوق السماوات العلى واتصل قلبه ببارئه جل وعلا، فإن الله سيرفعه بتلك الهمة. ولذلك فإن همم الشباب توصلهم إلى مصاف القادة والمغيرين. وأذكر للإخوة والأخوات مثالا على ذلك، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الشاب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، ولم يكن من المهاجرين الأولين، بل ما هاجر إلى المدينة إلا في العام 8 من الهجرة في رمضان قبل فتح مكة بأيام. ولكنه انتهز الفرصة وأدرك أن الفرصة لا بد من اعتبارها واستغلالها، فبادر إلى الصحبة وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواحه، ولازمه ليلا ونهارا، فكان إذا بات في بيته خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية يأتي ابن عباس فينام عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة بحضنه. وكان يتقبل الآثار ويحفظ القرآن ويسأل كبار الصحابة ويناقش في الأمور، حتى قال فيه أحد الشعراء: بلغت لعشر مضات من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يرعوا. ويقول في حسان ذاتي رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس تدارك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إهبة في القول شدة ولا هزلا. وكذلك من لم تصل به همته الى مستوى ابن عباس وهو مستوى عالي جدا، هذا ترجمان القران ومعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل ذلك ايضا امثله اخرى واقعيه كثيره، وقد حدثنا الشيخ احمد في كلمته انه لا يحدثنا عن المستحيل ولا عن ما لا يمكن، وانما يحدثنا عن امور قريبه بامكان تناولها على اطراف الثمان، وأنها بإمكان الوصول إليها وليست في قارة أخرى أو في كوكب آخر غير كوكب الذي نحن فيه. فلذلك تصف تناظر من تعامل بالشهيد السلمية المشهورة بالخسارة رضي الله عنها أخاها صخر بن عمرو الشريف، وتقول: أعين يجود ولا تجود، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان فتى السيدة. ولاحظوا الكلمات: فتى السيدة، ربيع العماد طويل النجاد، سال عشيرته رمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم بوردا، وإن ذكر المجد أنفيته تأثر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك انظروا إلى حال عدد من فتيان هذه الأمة الذين قالوا وسالوا، من أمثلتهم الحب بن الحب، أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، أبوه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه
بركة أم أيمنة ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته تربى في بيت النبوة وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أم المؤمنين عائشة أن تغسل وجهه عن الغبار وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على آخر لواء يعقده وآخر إمارة يعمر فيها أحد من أصحابه وبين أنه لو إذا طعن الناس في إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه قبله وبين أنه يحبه ويحب أباه قبله وكان عمره إذ ذاك في حدود 17 فقط وكذلك من هذه الأمثلة قتيبة بن سعيد الباهلي الذي قاد الجيوش وفتح المشرق ووصل إلى السند والهند وعمره 17 سنة وكذلك أيضا محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح كثيرا من البلدان وعمره 17 سنة كما قال الشاعر قاد الجيوش ليضع 10 حجة يعمر ذلك سودة من مولده وكذلك فيما بعد أتوا الآن في هذه المدينة المباركة التي فتحها محمد الباكر وكان عمره صغيرا وقت افتتاحها بل إن بعض قادة هذه الأمة الذين تفخر بهم أعمارهم أصلا ليست طويلة فماتوا في ريعان الشباب أو في بداية الكهولة على قوة في أجسامهم وعقولهم من أمثلتهم الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فهذا الأثر البالغ الذي تجدونه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين اليوم في مآرب بيت أهله يقرؤون من كتاب النووي إما الأربعين النووية وإما رياض الصالحين وإما الأذكار وإما أي كتاب كتب الإمام النووي ولا تخلو مكتبة من علمه ولما عرض شريط ما منعك النار على الشيخ أحمد وخب ظهره روضة للإمام النووي وشرح صحيح مسلم للإمام النووي وتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي وغير ذلك من كتب الإمام النووي الكثيرة. هذا الشاب كان مثالا للشباب الذين يرتسى بهم ويقتدى يقول إنه جاء إلى دمشق لطلب العلم وكان يحب الريب في أهله. الأمر الأول النوم على الحاشية اللينة والأمر الثاني أكل خضار وسمى الخيار فلما جاء إلى دمشق وبدأ دراسة هجر الأمرين وأراد بذلك معالجة نفسه ونهيها عما تشتهي فما لقى خيار ليلة طلبه للعلم وما نام إلا مسندا ظهره إلى عمود من أعمدة المسجد أو دار الحديث في دمشق حتى حصل على ما حصل عليه وكذلك من أئمة شباب هذه الأمة الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الكوفي رحمة الله عليه هذا الإمام الجليل الذي اقترن اسمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترن اسمه بصحيح السنة بالخصوص هذا الإمام الكبير أبدع إبداعات كبيرة من أهم إبداعاته الشروط التي وضعها للصحيح واختار على أساسها كتابه الذي لم يضع فيه أي حديث إلا بعد أن توضأ وصلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة هل هذا الحديث صحيح أو لا حتى يجعله في الكتاب الصحيح ومن إبداعاته كتاب التاريخ الكبير الذي هو أول كتاب مرتب على ترتيب حروف المعجم في تاريخ الإسلام وعندما قرأه الإمام إسحاق مراهويه ونظر فيه قال هذا السحر إن هذا ترتيب غير معهود ترتيب على الألف وبعدها الباء وبعدها التاء إلى آخره ثم الألف وبعدها التاء ثم الألف وبعد إلى آخره حتى يأتي على الحروف كلها بهذا الترتيب هذا ذكاء خارق هذا الإمام البخاري رحمة الله عليه فقد بصره وعمره 4 سنوات وهو صغير ولكن أمه كانت من الصالحات من النساء فتعلقت بصلاح ولدها وكانت تسأل الله أن يرد عليه بصره
فأيقظها ليلة من الليالي فقال يا أمها قد رد الله علي وصلي. فرد الله عليه بصره واشتغل بالحديث ونهته أمه قالت هذا البصر الذي رد الله عليك لا تستحمله إلا بما يرضيه. فاجتهد بذلك وكان من أشد الناس علاجا لنفسه عن نظرة إلى الحرام أيا كان، لأن الله متعه بهذه النعمة العظيمة. فلم يكن ينظر إلى الحرام، تعرفون شأن النظرة إلى الحرام وخطرها. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله قول الشاعر، ما أدري هل هو لابن القيم نفسه أو أنه من السبق، كل الحوادث بداها من النظر ومعظم النار من مستصقل الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الحين موقوف على الخطر، يسر مولته وضر وجده لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وكذلك قول آخر، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقديما قال عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه، إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا راويا إلى يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أنذارها تبلغ الفنا. فالإمام البخاري غض بصره عن الحرام فنور الله بصيرته وجعل النفع فيه لهذه الأمة ساري إلى القيامة. ولم يعش إلى 56 سنة، لكنه بذلها جميعا في طلب هذا العلم وتدريسه وتدريبه ونخله واحتلاله وتوصيله. يقول خرجت من البصرة على رجلي لا أجد ركوبا إلى مكة، أقصد عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء. فلما وصلت إلى مكة وجاء ناس من اليمن فقالوا مات عبد الرزاق، فأسفت على ذلك مع أن حديثه عندي. فرجعت إلى البصرة على رجلي، فلما وصلت قيل إن عبد الرزاق بصنعاء حي يرزق، فبكرت راجعا وكررت إلى مكة. فوصلت إليها فجاء لي نحي عبد الرزاق على التحقيق. من البصرة إلى مكة، ثم من مكة إلى البصرة، ثم من البصرة إلى مكة على رجليه، وهو يريد الذهاب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليروي عنه مصنفه، وهو أصلا يحفظ هذا المصنف ويرويه بنزول. وكذلك من شباب هذه الأمة المكي بن إبراهيم، هذا الرجل يقول كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني محتاج إلي لزدت، وما علمت بلدة يذكر فيها الحديث إلا دخلتها. والمكي بن إبراهيم خلد التاريخ لنا بصدق علاقته بالله وإخلاصه وعلو همته، فأعلى إسناد لدى هذه الأمة هو عمر المكي بن إبراهيم. ولذلك سأحدثكم بحديث واحد من حديث المكي بن إبراهيم يكون صلة بينكم وبينه، بل وبينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقولون كباب الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقولون الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو حبل بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرفه بيدك وطرفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن محميه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن الباضي بن علي بن الصباعي عن شيخ شيوخ الباضي بن أبي الباضي الحسني عن علي بن المجهول عن البرهان العقمي عن أخيه شمس الدين العقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني عن إبراهيم الدلوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن الحسين بن مبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداوري عن عبد الله بن أحمد السراقسي
عن محمد بن يوسف بن عطاء الجرابي عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس بكذب على أحد فمن يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول حديث من ثلاثيات البخاري بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط زكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. رفع الهمة لمن تتعاملون معهم علاج لكل الإحباط وكل المشكلات. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الجهود وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم نافعة لعباده وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم وأن يحفظكم أجمعين من كل سوء ومكروه ويوفقكم لكل خير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين لخير الخيرات وترك المنكرات والقيام بما شغلنا به وما كلفنا به. نسأل الله ألا يرينا حيث نهانا، ألا يعانا حيث نهانا، وألا يفقدنا حيث أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.